منورنا. اهلا وسهلا يا فندم، نور حضرتك. شكرا طيب. جزيلا. العفو ده حق حضرتك. طيب بدايه كده، اكيد يعني بتسمع وبنشوف ان اصل خلاص التقدم التكنولوجي والفيسبوك والنسخ البي دي اف والحاجات دي كلها خلت للكتب الورقيه ملهاش اي قيمه زي زمان. لكن الحقيقه ما زرت المعرض، يعني مش السنه دي بس كل سنه، بس السنة دي تحديداً استوقفني عدد الأطفال والشباب والإقبال الكثيف المبهر من صحيح. كل فئات المجتمع لمعرض الكتاب عشان يشتروا كتب ويقروها، ومهتمين جداً 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 بالكتاب الجدد وإن هم يقروا عليهم وعملوا إيه قبل كده، ولو حتى هم متابعين كاتب معين فيشتروا باقي السلسلة لو هو يعني عامل صحيح. بعض الكتب الكلام صحيح. ده يعني محتاجين إن احنا نفك شفراته باقي. عظيم. طيب خليني الأول أشكر الصدفة اللي خلتنا متقامين زي بعض، يعني بيدي برضو محظوظة والله، ده شرف ليا طبعا، ربنا يحفظ حضرتك. أولا أنا بشكر حضرتك على الاستضافة، وبشكر حضرتك على أن أنت مهتمة في برنامج مهم زي برنامج الحقيقة بموضوع القراءة أو موضوع معرض الكتاب، وفي الحقيقة دي ظاهرة لم تكن موجودة من قبل. خليني أكلم حضرتك بمنتهى الصراحة إن القنوات الخاصة ما كانتش مهتمة قوي بالحديث عن الثقافة والحديث عن القراءة زي اهتمامها دلوقتي، ودي ظاهرة شديدة الإيجابية. خليني أقول إن القراءة بشكل عام هي فعل الضرورة، خليني أقول إن هي العنصر الرئيس لمن يرغبون في التقدم، لمن يرغبون في إقامة حضارة. إحنا عندنا حضارة عظيمة، وأعتقد أننا بطبع المصريين هو شعب مثقف وشعب يحب المعرفة بشكل عام. فخليني أقول لحضرتك أن القراءة في أي صورة من صورها هي شيء محمود. طبعا هو مش المفروض أن إحنا نتكلم عن التكنولوجيا بشكل يعني البعض يرى أنها يعني ظاهرة وسرعان ما ستندثر، وأن المجد سيكون فقط للكتاب الورقي. أنا من الذين يحبون الكتاب الورقي، وأنا من الذين يهيمون مع الكتاب الورقي، وأعتقد أن الكتاب الورقي ليس فقط بينه وبين القارئ علاقة معرفية أو ثقافية، ولكن أيضا هناك علاقة حميمية روحية بينه وبين الورق. وأعتقد أن الكتاب الورقي باقي وسيبقى، وده مش في مصر بس، يعني العالم كله وحتى الدول التي فيها تقدم تكنولوجي كبير والدول التي اخترعت الكتاب الإلكتروني ما زال الكتاب الورقي صحيح. فيها له الصدارة، وربما لم يستحوذ الكتاب الإلكتروني على أكثر من 15% من يعني حجم القراء. في مصر طبعا النسبة أقل، وما زال الكتاب الورقي يحمل بهجة بقدر ما يحمل معرفة أو بقدر ما يحمل ثقافة. طيب أستاذ عماد، يمكن أنا في المقدمة أشرت لفكرة أن في حد ممكن يتفق معايا أو يختلف في موضوع أن الكتاب كترت قوي في مصر، وأن صحيح. ممكن طابور الكتاب يكون أكتر من طابور القراء في بعض الأحيان، يعني هذه يعني طبعا الحاجات اللي هي بتبقى بشكل مضحك وخفيف كده بنشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. حضرتك بتتفق ولا بتختلف من فكرة ان الكتاب الكتير او اي حد بيبقى شايف في نفسه ان هو قادر ان هو يكتب بيقدر يتواصل مع دور النشر، وبالتالي هي بتتبنى يعني كتابه او صفحاته دي وبتنشرها له، شايف ان دي ظاهرة ايجابية ولا سلبية؟ انا ارى انها ظاهرة ايجابية ايجابية جدا، واعتقد ان اتفاقي او اختلافي مع هذه الظاهرة لن يغير من الامر شيء. احنا في عالم بتحكمه السوشيال ميديا، وعالم بتحكم يعني وسائل التواصل الاجتماعي جعلت هناك اكتراء كبير جدا على الكتابة، جعلت من البوح ثقافة ممكنة، اعطت لكل شخص على حدة منصة يمكن من خلالها ان يعبر عن رأيه، وبالتالي الـ بعد حتى زيادة دور النشر
كثرت في الفترة الأخيرة، والمكتبات منافذ بيع الكتاب كثرت في الفترة الأخيرة، فهذا دعا إلى زيادة الذين يعني يحاولون إخراج مكنونات أنفسهم. وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، حتى هو في آية كريمة بتقول: وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الظاهرة، ظاهرة الكتابة الجيدة والكتابة الرديئة، هي ظاهرة موجودة منذ أن اخترعت الكتابة تقريبا. ناس بتكتب كويس وناس بتكتب وحش، لكن إيه اللي بيبقى؟ يعني احنا دايما لما نيجي نتكلم، عشان احنا نوستالجيين شويه، بنحب دايما فكره الزمن الجميل، ايام يوسف ادريس ويوسف السباعي واحسان عبد القدوس ويحيى حقي ونجيب محفوظ وكل هؤلاء العمالقه الكبار. كان هناك من ايضا من يكتبون كتابه خفيفه، ومن يكتبون كتابه لا ترقى لان تبقى، ولذلك ماتت هذه الكتابه، والذي بقي هذه الأسماء القليلة. وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، أنا لو 100 مليون واحد بيكتب وبيعبر عن نفسه، في النهاية إيه اللي بيبقى وإيه اللي بيخلده تاريخ الأدب أو تاريخ الفكر؟ أنا مع هذه الظاهرة جدا، كل إنسان يجد أن لديه القدرة على أن يقول فليقول. إحنا في عصر حريات، إحنا في عصر يقبل جدا أن تكون مبدعا وتقول رأيك، سواء كان فكري أو سواء كان أدبي. قل ما تريد أن تقوله، والناس هي التي تحكم في النهاية، الناس هي التي تقيم في النهاية. طيب أنا محتاجة برضو أتكلم مع حضرتك عن دور النشر في مصر. يعني ده يعني من أهم الأولويات اللي ممكن دلوقتي القراء بقت مرتبطة ببعض دور النشر. يعني صحيح. أنا هنزل لدور النشر الفلانية عشان عارفة أن الكتب بتاعتها كويسة جدا والكلام ده كله. بس أنا يمكن برضو من زيارتي كتجربة شخصية كنت بدور على كتاب معين. نعم. الكتاب ده لقيته في الهيئة العامة للكتاب. نعم. بسعر 20 جنيه. من ضمن الأسعار الرائعة اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها. صحيح. في المقدمة. صحيح. بعد شوية وأنا بلف في المعرض لقيت في دار نشر خاصة نفس الكتاب بسعر غالي جدا، ب200 جنيه. عظيم. فرحت لراجل محترم جدا هو اللي موجود في المكتبة، قلت له معلش بقى أنا محتاجة أفهم منك كده ببساطة. أنا الكتاب أهو في شنطتي، كنت واخدة شنطة كده زي الرحالة كده، قلت له الكتاب أهو لسه جايباه حضرتك ب20 جنيه، هل المحتوى مختلف ولا ايه؟ يعني احترم يعني ممكن بعض حب الاستطلاع او الفضول اللي عندي. فقال لي لا يا فندم خالص، هي القصة كلها في جودة الغلاف، او ان الدار الخاصة دي بتبقى ليها بعض الاولويات الاخرى. حاول ان هو يديني اجابة شيك ودبلوماسية، بس ساعتها عشان المسرح المعرض كان كله دوشة. بقى دوشة وبتاع وكده، قلت بقى ايه، انا خليني السؤال ده اطرحه لأستاذ عماد يمكن يدينا بعض الإجابات اللي ممكن تكون فعلا بتدي الفرق ده. إيه الفرق ما بين دولة؟ صحيح. يعني هي مؤسسات الدولة الثقافية ليست مؤسسات ربحية. الهدف منها هو الثقافة لوجه الثقافة. لكن المؤسسات الخاصة ودول النشر الخاصة تجارية، عنصر الربح حاضر فيها طبعا. وهذا لا يضرها ولا يعبها، لأنها لو لم تفعل ذلك لما استمرت في عملها. ربما نلوم أو نعيب على الذين يغالون في أسعار الكتب، لا سيما لو موجود زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، موجود منها طبعات أقل سعرا. لكن في النهاية هو الـ 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 السوق، سوق الكتاب زي أي سوق، هو عرض وطلب. والحقيقة برضو عايز أقول إن حضرتك كنت بتدوري على كتاب علشان مجال البحثي، لكن دور النشر الخاصة قدرت تحقق لقطاع كبير جدا أو فئة كبيرة جدا من القراء رغباتها وطلباتها، اللي مؤسسات الدولة ربما حتى الآن مش منتبهة ليها. الموضوع محتاج أعتقد تطور يعني فكري وتطور مهني. يعني حتى إخراج الكتاب نفسه بقى عنصر من عناصر نجاح الكتاب من عدم نجاحه. الموضوع ما بقاش كتاب بيخرج من المطبعة وخلاص،
الموضوع ما بقاش كتاب بيلبي حاجة ثقافية ومعرفية وخلاص، لا بقى في عناصر أخرى. السوشيال ميديا حاضرة بقوة وفاعلة بالفعل، ولا ينكر أحد دورها، وكموجه أعتقد أن المؤسسات الرسمية تحتاج إلى الانتباه إلى هذا الأمر، لأنها في النهاية تخاطب القارئ، والقارئ هنا يعني بنسبة 80% هو القارئ الشاب، لأن يعني بإحصائية صغيرة حضرتك شوفي أي مكتبة هتلاقي أن يعني أكثر من 80% من اللي بيدخلها شباب. إذن نحتاج إلى أن نوجه خطابنا إلى هذا هذه الفئة من القراء، نحتاج إلى أن يعني نوجه لهم لغة يستطيعون استيعابها، نوجه لهم خطابا يستطيعون استيعابه. أنا الحقيقة ضد فكرة التعالي، ومن هذا المنطلق قلت لحضرتك أنا مع تماما أن اللي يكتب يكتب، ما عنديش تحفظ على أن حد أي حد يقول اللي هو عايز يقوله، وفي النهاية الجمهور هو القادر على أن هو يفرز. طيب إحنا دورنا إيه؟ دورنا بالتأكيد مش رقابي، لو كانت حتى المؤسسات الرسمية أو المثقفين اللي هم مش بينتموا لمؤسسات رسمية أو حتى المؤسسات الغير رسمية، دورنا هو محاولة إبراز الجيد. أنا بدل ملوم على الناس اللي بتكتب بشكل سيء، ليه ما وفر لهمش كيان يعلمهم الكتابة السليمة، يأهلهم. يعني مؤخرا مثلا من حوالي 10-11 سنة تم افتتاح قسم، الحقيقة ده كان من المبهجات جدا في الوقت ده، قسم للنقد والدراما المسرحية في كلية الأدب جامعة عين شمس، وده كان حاجة مبهجة جدا. طيب هل الكتابة الأدبية لا تستحق أن نخصص لها كيانا تعليميا يستطيع الدارس من خلاله أن يتعلم على الأقل أساسيات اللغة، كيف يكتب، يتعلم الأساليب، يعرف المدارس قسم النقدية، قسم الكتابة في الكليات، قسم خاص بالكتابة الأدبية، وهذا القسم لن يكون يعني حكرا على الأدب، يعني هو لا لن يحتكر الكتاب، ولكن في النهاية من أراد أن يتعلم سيجد أمامه مكانا يستطيع أن يتعلم فيه. فليس أمامنا لا رقابة ولا منع، ولكن أمامنا أن نضع في طريق الكتاب الأدوات أو الوسائل الجيدة أو الأمور التي قد تحسن من منتجهم، ولهم الاختيار في النهاية. معرض الكتاب المصري بالنسبة للمعارض الأخرى الدولية ويعني انعكاسه لصورة مصر ومكانتها في عيون العالم، عظيم. حضرتك شايفها إيه؟ أولا هو إحنا بالنسبة للقراء والكتاب على السواء في مصر وربما في بعض الدول العربية ينتظرون معرض القاهرة الدولي للكتاب، لأنه بمثابة عرس ثقافي، لأنه يعني كالعيد بالنسبة للأطفال، يعني تلاقي ناس كبيرة كده وكتاب كبار ومعروفين ومشهورين وقراء كبار في السن بينتظروا بيعدوا الأيام باليوم علشان معرض الكتاب ده فيما يخصنا نحن يعني اللي موجودين في مصر. أعتقد ودي مش شفونية الحقيقة، أعتقد إن هو أهم معرض عربي وإفريقي للكتاب على الإطلاق، لا سيما بعد انتقاله للمكان الجديد. الأمر صار هناك أكثر، الأمر صار أكثر تنظيما وترتيبا وإتاحة، والمظهر حضاري الحقيقة. لكن فيما يخص مسألة الإتاحة، أنا كنت أتمنى لو زادت مساحة العرض قليلا أو كثيرا الحقيقة، لأن بلد في حجم مصر وعدد هائل من الناشرين المصريين والعرب وربما الأجانب وكذا، أعتقد أن هذا المكان لو اتسع قليلا، لو أتيحت فرصا للعرض أكثر، سيكون الأمر يعني أكثر يسرا، وسنجد أن هذا الزحام في الخانق في بعض الأماكن قد خف، لا سيما المؤسسات الرسمية
زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، لأن القارئ في النهاية هو يريد منتجا يخاطب عقله أو يخاطب وجدانه أو قلبه بسعر يناسب جيبه. فبالتالي الذي يتيح هذه المعادلة الصعبة هي المؤسسات الرسمية، هيئة الكتاب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الهيئة العامة لقصور الثقافة. وأنا يعني أنتهز هذه الفرصة وأشكر القائمين على أمر هذه المؤسسات، الهيئة العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة والمركز القومي للترجمة والمجلس الأعلى للثقافة ودار المعارف وكذا. كل هذه الكيانات توفر منتجا محترما بسعر زهيد، وبالتالي يكون الإقبال عليها شديد جدا، وبالتالي نجد أن هناك زحاما شديدا و يعني قد يؤذي البعض وقد يعطل حركة السير في داخل المعرض. فأعتقد لو أتيحت لهذه الكيانات تحديدا مساحات أكثر اتساعا سيكون الأمر أفضل كثيرا. لو بنسأل حضرتك، بما أن حضرتك يعني مستشار ثقافي، وكلمة مستشار دي جاية من القراءة الكثيرة الكثيرة والمتابعة الجيدة جدا لكل ما هو يصدر أو قبل إصداره، نعم، للسوق المصري، نعم، مستوى الكتابة في مصر عندنا بيتقدم ولا بينحدر؟ بصي، هو ولا الأمر نسبي؟ لا، هو نسبي طبعا. هو طبعا نسبي، بس في السنتين اللي فاتوا تحديدا الكيرف طالع، يعني المعدل بيطلع وبيتزايد، الكيرف طالع، اللي هو المجال بينقي نفسه. يعني ناس كتير كانت بتبقى عاملة ضجة وبروباجندا وهيصة لم يعد لهم وجودا. وأعتقد الكتابة دلوقتي أفضل حالا من سنتين ثلاثة فاتوا. طب مستوى القارئ في مصر؟ يعني القارئ هو كائن ذكي جدا، والكاتب الحصيف هو الذي يتعامل مع ذكاء القارئ، وأعتقد الكثير من الكتاب فطنوا إلى ذلك. القارئ إذا وقع إذا وقع منه الكتاب أو إذا يعني فقد الإيقاع حيويته سيترك الكتاب ويستعيد أو يستعوض الله فيما أنفقه، ولكنه لن ينفق وقتا وينفق جهدا، لأن القراءة فعل مجهد، هي فعل مجهد وفعل ممتع في نفس الوقت. ولكن إذا لم تتحقق المتعة أعتقد يعني في داهية الفلوس، خلاص أنا مش عايز أكمل. لا، مستوى القارئ أعتقد أنه يرتفع، لأن إذا تحسنت مستوى الكتابة أو إذا تحسن مستوى الكتابة بالتالي سيتحسن مستوى القارئ. أي اتجاه أو أي مجال بيميل للقارئ المصري أكتر؟ يعني كنت لسه في مناقشة مع أحد الزملاء في القصة دي، بقول له أنا بحس إن الشعب المصري بيميل إلى الرواية أكتر. صحيح. يعني أكتر من أي لون تاني في الكتابة. حضرتك بتتفق معايا ولا لا؟ متفق مع حضرتك، بس هو مع تعديل بسيط، هو مش الشعب المصري، هي الـ 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 الرواية هي المتسيدة على كل أصناف المقروء في العالم كله، في العالم كله. ويمكن حصل سجال نقدي كبير فيما يخص هذا الأمر حينما صك مصطلح زمن الرواية، وبدأ الشعراء يدافعون عن كياناتهم، وبدأ القصاص أو يعني ككتاب القصة القصيرة يدافعون عن كيانهم. ولكن الحقيقة الرواية ربما باعتبار أنها فن مجتمعي يحمل الكثير من الزخم، يحمل حيوات الكثير من الشخصيات، فعل عمل متعدد الأزمنة ومتعدد الأمكنة ومتعدد الشخصيات، يمكنك أن تعيش معه من أول أحداثه وحتى نهايتها. الرواية هي المتسيدة في كل العالم وبالتالي في مصر. سؤالي الأخير لحضرتك يعني أستاذ عماد، وهيكون متحيز جدا وفقوي جدا جدا، يلا. الكتابة النسائية والكتابة الذكورية، نعم،
مين يعني متحيز اكتر او متصدر اكتر المشهد يعني في اخر 3 سنين او سنتين؟ يعني هو ما ينفعش انت تتحيزي وانا ما اتحيز؟ اروح اتحيز انا كمان بقى؟ لا بس لازم يعني، اصل انا لفت نظري يعني الكتابة النسائية بشكل كبير جدا، صوتها قوي قوي في المعرض السنة دي. صحيح. والله بصي، هو انا شخصيا ضد التصنيف، بس احنا احيانا بنضطر ان احنا نخضع للتصنيف لو الكتاب انثوي قوي، يعني في النسوي، الاتجاه النسوي بالزبط اكتر. بالظبط، الاتجاه النسوي. الكتابات الذاتية اللصيقة بالمرأة وهمومها ومشاكلها وافرحها واطراحها والخيانة والغدر والحب والهجر وكذا، اعتقد ان هذا الشكل من الكتابة بدأ يفقد رونقه. الكتابة الجيدة بالنسبة لي هي الكتابة التي إذا نزع الاسم لا تستطيعين التفرقة بين إذا كان الذي كتبها رجل أو امرأة. لكن بشكل عام أعتقد أن البنات، البنات تحديدا، البنات الفتيات الصغيرات لهن نصيب الأسد في معرض الكتاب هذا العام، ربما من واقع مشاهدة يعني. يعني ملاحظة في محلها، ملاحظة في محلها جدا جدا في محلها. الكاتب والمستشار الثقافي الأستاذ عماد العدلي، حضرتك نورتني وشرفتني وبشكرك جدا على كل التفاصيل الثرية دي، خاصة بمستوى الثقافة في مصر وتحديدا في يعني معرض الكتاب والموسم الخاص اللي بينتظره أي مصري مهتم بشأن الثقافة والكتاب يعني في مصر في الفترة الأخيرة. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا، اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من برنامجكم الحقيقه. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي ايا عبد الرحمن، الى اللقاء.